طيب، عمل مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية دراسة عن ثقة المجتمع الأردني مؤسسات الدولة الأردنية. طبعا هاي الدراسة دائما مركز الدراسات الاستراتيجية بيعملها كل سنة من عام 98، من عام 1998. وهذا المركز بيعمل دراسات كثير بتخص المجتمع الأردني أو سلوكيات المجتمع الأردني. فهذه الدراسة اللي عملها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية عام 1998 بتخص ثقة الشعب الأردني بمؤسسات الدولة الأردنية. خلال هذه الدراسة اتضح أنه الشعب الأردني يثق بالمؤسسات العسكرية بنسبة 90% أو 92%. أعلى نسبة مؤسسات بالأردن كان فيها ثقة هي المؤسسات العسكرية، في حين بعض المؤسسات الأخرى العامة مثل مجلس النواب أو الأحزاب السياسية كانت تصل درجة ثقة المجتمع الأردني فيها 20% أو 21%. مؤسسات المجتمع المدني يعني يمكن بس 26%. طبعا بداية نسع بدنا نحكي عن مركز الدراسات الاستراتيجية. هذا المركز مصنف الأول إقليميا على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى شمال أفريقيا، فبالتالي له مصداقيته، وكثير من ممكن القناعات أو السياسات ممكن تنبنى على الدراسات اللي بيقوم فيها هذا المركز. نرجع للدراسة اللي قام فيها هاي المركز، اللي قام فيها مركز الدراسات الاستراتيجية. عفوا. الدراسة أظهرت نتائج إنه الشعب الأردني يثق بالمؤسسات العسكرية بنسبة 91% أو 92%. يمكن أكثر مؤسسة الشعب الأردني يثق فيها اللي هي الدفاع المدني، بعديها الدرك، الأمن العام، المخابرات تقريبا كمان 90%، بعديهم بيجي القضاء، في سلم آخر سلم الترتيب بتيجي الأحزاب السياسية ومجلس النواب أو المجلس البرلماني، مؤسسات المجتمع المدني. طيب هسا إحنا اللي بدنا نحكيه باليوم والأسئلة اللي نطرحها، ليش الشعب الأردني بيثق بالمؤسسات العسكرية والمؤسسات العامة المدنية؟ يعني درجة الثقة فيها مش نفس الدرجة بالمؤسسات العسكرية. أول إشي، الأردن دولة عمرها 100 سنة. خلال 100 سنة الدولة الأردنية خاضت أربع حروب: حرب 48، حرب 67، وحرب 68 اللي هي حرب الكرامة، وحرب 73. إضافة اتعرضت للعديد من موجات النزوح وموجات اللجوء للدولة الأردنية، غير محاولات الانقلاب، غير أنها كانت بنص الصراع ما بين التيار الرأسمالي والتيار الاشتراكي المدعوم من الاتحاد السوفيتي والتيار الرأسمالي المدعوم من أمريكا. فالأردن بلد 100 سنة، خلال 100 سنة كل 10 سنين بيصير عندهم تهديد وجودي أو مشكلة إقليمية تؤثر عليه بشكل مباشر. فبالحالة هذه خلال 100 سنة الأردن استطاع عبور المشاكل هذه من خلال تماسك ومهنية مؤسسات الجيش وتناغمها مع مؤسسة العرش. فبالتالي الشعب الأردني من هاي الأحداث صار عنده ثقة كبيرة بالمؤسسات العسكرية. طبعا مثلا لأن بمنطقة مثل الشرق الأوسط ومنطقة حامية نسبيا أو ملتهبة نسبيا، يعني مش شمال أوروبا، يعني مثلا في دولة سويسرا، أحكي لك دولة سويسرا من سنة 1847 ما خاضت ولا حرب. دولة سويسرا معروف دائما دولة محايدة، ما خاضت ولا حرب من عام 1847، يعني تقريبا من 170 سنة ما خاضت أي حرب، حتى الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الحرب الباردة ما كان إلها أي دور من مرة. فبالتالي يعني يمكن أهمية الجيش السويسري للشعب السويسري مش نفس أهميته لدولة مثل الشعب الأردني، دولة زي ما بحكوها مثلا بعين النار، إنه دولة منطقة حامية إقليميا وملتهبة إقليميا ودائما بصير عندها أحداث تشكل تهديد وجودي لهذا المجتمع. وقدر المجتمع يعبر 100 سنة من خلال ترابط هاي الأجهزة العسكرية وبالتالي الأجهزة الأمنية. طيب هسا احنا بدنا نحكي عن الأحزاب السياسية وعن الثقة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب. الثقة بالمجلس النواب راح نحكي عنها بحلقات ثانية، بس بدنا نحكي هسا الآن عن ليش الثقة بالأحزاب السياسية قليلة بالمجتمع الأردني، أو حتى ليش الأحزاب السياسية عندنا بالأردن مش فاعلة لحد الآن، أو لسه ليش مش متفاعلة بشكل كبير مع المجتمع الأردني. طيب هسه في أسباب من الأحزاب السياسية نفسها، وفي أسباب
من السياسات اللي كانت تنتهجها الحكومات الأردنية المتعاقبة، وفي أسباب لا من هذول ولا من هذول. أول شيء نحن نبدأ بالأسباب الخارجية عن الطرفين أو الخارج عن إرادة الطرفين. أول هاي الأسباب اللي هو تداعيات الثورة الرقمية. هسه عنا في بالعالم الثورة الرقمية، فحالات التعبير السياسي بالعالم بطلت تتبع الإجراءات التقليدية. يعني هسه في التقليدي بالتعبير السياسي إنه حزب سياسي له أتباع له مؤيدين بالشارع، ولكن الآن صار التعبير السياسي بعد الثورة الرقمية إنه شخص إنفلونسر مؤثر، هذا الإنفلونسر له فولورز متابعين، المتابعين بوزعوش منشورات، صاروا يعملوا شير، صاروا يعملوا له لايك، صاروا يعملوا تعليق. هسا احنا عندنا بالأردن مثلا في ناس مؤثرين على السوشيال ميديا لهم آراء سياسية، مثل في نايف الطورة، علاء الفزاع، في دكتور مع القطمين، معالي مع القطمين. طبعا احنا الآن ما بنحكي انهم كويسين او مش كويسين، ما بنقيم حدا احنا من مرة، ولا بنحكي انهم صادقين ولا مش صادقين. احنا بنخذهم كحالات للتعبير السياسي بعد الثورة الرقمية. طبعا هذا الحكي مش بس بالأردن، في مصر ناس زي هيك، في معتز مطر، في عبد الله الشريف، حتى بروسيا في أليكسي نافالني، هذا اللي كان بده مسمموه حطوا له السم بأواعيه بروسيا، حتى بأثيوبيا نظام أبي أحمد في معارضين زي هيك وفي مؤيدين زي هيك. اللي بدنا نوصل له احنا الآن انه حالات التعبير السياسي بطلت تعتمد على كيان مادي ملموس مثل الحزب، صارت تعتمد على شخص بيطرح آراءه السياسية، بصير له متابعين، المتابعين بصيروا يتأثروا، بصيروا يرددوا الحكي اللي بيحكيه هو. أصلاً هاي الفكرة بالإنفلونسر، إنه الحكي اللي بيحكيه بتصير الناس تحكيه. فالآن آلية التعبير السياسي اتغيرت. طبعاً حتى الرئيس الأمريكي الأولاني السابق دونالد ترامب كان لما بده يصدر قرار أو زي هيك يحط تغريدة، تمام؟ فهذا الحكي بدلك على أنه المؤسسات الإعلامية أو حتى المؤسسات السياسية بكيانها القديم سوف تندثر مع الوقت. فالآن صار الوقت أنه التعبير السياسي يعتمد على الثورة الرقمية. هذا الحكي أضعف الأحزاب السياسية وتأثيرها بالشارع. يعني إحنا بالأردن يمكن عندنا أكثر من 60 حزب سياسي. لما تيجي تسألهم، تسأل أي واحد بالشارع، أي إنسان عادي، يعني الأفرج هيومن أو أفرج جو بسموه، لو تسألوا عن الأحزاب السياسية يمكن بيعرف منها 5-6. أما لو تسأل أي واحد عن حدا من هذول الناس اللي بتطلع وبتعمل الانفلونسر اللي بيطلع وبيعمل فيديوهات أو بيطلع بيعمل لايفات، بقول لك والله سمعت فلان شو حكى، فلان شو حكى، بغض النظر عن توجهه. فالآن بعد الثورة الرقمية طرق التعبير السياسي اختلفت. الآن في السبب الثاني، وهو سبب كان بسبب الأحزاب نفسها. إحنا الأحزاب الأردنية، الدولة الأردنية كانت تحارب الأحزاب. يمكن بدينا بأول فيديو نحكي إنه الدولة الأردنية حافظت على نفسها خلال 100 عام من خلال تناسق المؤسسة العسكرية. كان في هذيك الأيام أحزاب، ولكن معظم الأحزاب هذيك الفترة كانت إلها ارتباطات خارجية. والآن الدولة الأردنية أو أي كيان سياسي من حقه إنه يدافع عن نفسه ضد أي كيان خارجي له ارتباطات أو له توجهات أو جذور بداخله. فالآن الأحزاب السياسية كونها كان إلها جذور خارجية أو إلها ارتباطات مع أحزاب خارجية، فهذا الحكي خلى الحكومة الأردنية إنها أو الأردن ككيان، الأردن ككيان سياسي إنه يحد من نفوذهم ويحد من نشاطاتهم. طبعا الحكومة الأردنية كان إلها دور بالحد من نشاطات الأحزاب. مثلا قوانين الانتخاب اللي بيطرحوها يعني غير مؤيدة للعمل الحزبي. قوانين الانتخاب اللي بيطرحوها الموجودة حاليا بالمجلس النواب، إنه قانون الانتخاب القائمة النسبية المفتوحة، هذا بحد من العمل الحزبي والأداء العمل الحزبي. الآن هم بطرحوا، البعض بطرح قوانين انتخاب تدعم الحزبية، تدعم العمل الحزبي، فمش عارفين. احنا راح نحكي عن قانون الانتخاب يبدأ شوية، بس لحد الآن ما بتقدر تطرح قانون انتخاب أو آلية معينة لدعم الأحزاب، لأنه الأحزاب لحد الآن ما إلها رؤية على المستوى البعيد أو على المستوى القريب أو على المتوسط إنه تنفذ برامجها أو إنه برامجها واضحة بحيث إنه تقدر تنفذها. طبعاً إحنا بداية الفيديو حكينا عن الدراسة وعطينا وجهة نظرنا بعض الأمور اللي ذكرتها الدراسة، فحكينا عن الأحزاب وحكينا عن المؤسسات العسكرية. حلقات قادمة راح نحكي عن مجلس النواب، ليش الناس ما فيش يعني بتخف ثقتها مجلس النواب بالمراحل الحالية أو بالمراحل الجاية.
شكرا لكم على الاستماع.